ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. هيا نمتعكم في حصتنا، نسحرك وتهليجي ودوما تسلينا، قومي كثبت وقوموا والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو، والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا. شكرا شكرا شكرا. شكرا. إذن رايح نبداو توزيع النظارات، راح نبداو نوزعو قدامكم. يلا مرحبا بك. إذن نطلبوا من خدوجة دولاش. خدوجة وين راهي انتيا؟ فتحي النظارات ولبسيهم دركا، دوك تفتحهم تلبسهم قدامكم ونسقسوها من بعد. أعطي لي الثانية. الثانية لينا بوكابوس، كذلك عبد اللاوي سهام. سهام عبد اللاوي تفضلي. سهام بناب منال. منال منال بناب منال بايو بشرى وبايو سيد علي. تعالوا تعالوا أروحي بنتي. لبستي نوادر؟ إيه. كيفاش راكي تشوفي؟ مليح مليح مليح. واش تقولي لكاع الشركاء اللي عاونوا عمو يزيد؟ نقول لهم صحة عليكم، ونقول لهم تاني شكرا شكرا لكم كثيرا. شكرا بنتي. شو قاعدة معايا؟ اقعدي معايا. واش راكي لاباس؟ فهم. مرحبا بك. هاكي بنتي. واسمك؟ ها؟ انا بقول بايو. اوكي اعطيني تاع بايو. عطيلي خيرك يا زيد. قولي لهم كلمة. قولي لهم كلمة. قولي لهم كلمة. قولي لهم. كيفاش راكي تشوفي؟ نشوف مليح. راكي تشوفي مليح؟ هايا قولي لهم يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. شكرا. صحة عمو يزيد. طول عمرك بنتي طول عمرك. هذه الفرحه هذه ما عندهاش ثمن. احنا ماذا بينا اليوم من هذا البنمر الناس اللي تشوف فينا كامل لازمهم يديروا الخير. بوطيباوي فاطمه الزهره. فاطمه الزهره بوطيباوي تفضلوا تفضلوا. يقدروا يرفدوها معلش ننزل انا عندها. خلوها تقدروا طلعوها. يلا طلعوها لو قدرتوا. وين مادر كمل البوات هذه بوك. او بلس حموره شابين. فوالا فوالا شوفي بنتي. الله يبارك. ربي يسون ان شاء الله. ربي يسون ربي يسون. تفضل. شكرا. إذن
مدبية المسؤول تاع سيفو الجيري مسيو صفصف يتقدم لهنا. مسيو صفصف سيفو الجيري هما اللي خدموا هاد النظارات الطبية. مسيو صفصف باش نبداو نمدوا للناس رايحين نبعثوا لكم برفاك. الرسم هذا تاع عبد العزيز جابه لنا، رسمته هنا عبد العزيز؟ نعم. واش هو هذا الرسم هذا؟ واش تخيلت؟ رسمته منظر طبيعي. منظر طبيعي فيه الاشجار الدار الجبال. نعم. برافو 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 عبد العزيز، برافو عبد العزيز. اذا الاولياء على بالكم بلي الرسم مهم، مهم جدا، ينمي الفكر تاع الطفل، رايح لا بونسي ديالو كاع تتبدل. خلوهم يرسموا، كي يكون الطفل هكذا انا بريميدي ولا اعطيلو ورقه واعطيلو ديكريون اعطيلو خليه يرسم خليه يعبر. هذا الشيء مهم، مهم جدا في التربيه تاع اولادنا. شكرا 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 شكرا. اذا والله اليوم راني فرحان بزاف، وراني اليوم نتشرف انه هذا الحلم هذا اللي كان عندنا عمو يزيد والشركاء نتاعو الناس اللي عاونوه، باش حبينا باش الناس تفهم عمو يزيد كباقي الفنانين هو همزة وصل برك، لانه الجزائري بطبيعته انسان مولا خير، يحب يدير الخير، ولكن بالمرات يبحث عن المصداقية، بالمرات يبحث عن الناس ما يوجدهمش، بالك كاين ارباب عمل كما اللي عاونونا. دونك يجي عمو يزيد مع الجمعيات يوري له الطريق، يقول له هاد الناس محتاجين، هاد الناس ملاح انك تساعدهم، وحنا هذا نداء نوجهوه للجمعيات كذلك باش يعاونونا، هما اللي يعرفوا الناس اللي محتاجين، باش نوجهوا هذه الرسالة هذه لكامل الناس اللي راهم يشوفوا فينا ولم يسمعوا فينا. نظن باللي اليوم هي آخر المطاف تاع عملية أرى أفضل لأدرس أحسن. قلنا نحسوا الأولياء باش يديروا فحص طبي، يفو فير دي تيست بيريوديك. بون احنا خيرنا العينين لأنه الحبيبتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان العيون نتاوعو يعني ما كانش ما أغلى منهم، ما بالكم الطفل اللي يقرأ في المدرسة وهذوك العيون يقرأ بهم. وإحنا بربي إن شاء الله نحاول نعمو هاد المبادرة هذه أرى أفضل لأدرس أحسن. وأنا قبل ما نبدأ درت أغنية، هاد الأغنية هذه درتها من فترة ما عندهاش بزاف، باش نحث الناس على الصدقة. كنا درنا حصة في حصة مع عمو يزيد كما تعرفوا، في كل يوم كان موضوع، كان موضوع تربوي نتكلموا عليه، هذا الموضوع التربوي في كل مرة يعالج شيء. هذاك النهار كانت الصدقة، وأنا درت أغنية نقول إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات. تغنوا معايا كامل، يلا الصدقة. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات، على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات، على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا، على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا، على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات.
الصدقة أنواع يا صديق، تحفظها بها أوصيك، ككف أذى عن الطريق أو بسمة في وجه أخيك. الصدقة أنواع يا صديق، تحفظها بها أوصيك، ككف أذى عن الطريق أو بسمة في وجه أخيك. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. الصدقة تزكي نفسك، فيها سلام فيها إخاء، والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء. بالصدقة تطهر نفسك، فيها سلام فيها إخاء، والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. شكرا 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 شكرا. إذن بالصدقة تزكي نفسك، بالصدقة تطهر نفسك. كاين أغنية ثانية، هذه الأغنية هذه جديدة عمرها ما تغنت، لأول مرة طفل يتغنى بالمساعدة، قل ساعدني ساعدني محتاج لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق قاطيع سيري، كن لي معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق قاطيع سيري، كن لي معينا كم تلقى من خيري.
ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. يا أطفال تحبوا الألغاز؟ راح نقول لكم لغز واللي جاوب على اللغز نعطوله جائزة. تحبوا الجوائز؟ اللي يحب الجائزة يرفد يده. زيد 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 زيد. لغز اليوم يقول لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يرتفع وينزل بدون أن يتحرك؟ وش هي؟ النبولة. لا لا مشي النبولة. سحابة. لا لا مشي سحابة. أوكي واسمك؟ حمزة. حمزة نعرفوك حمزة أنت مولف تجي؟ نعم. أكو وفي مرحبا بك. إذن حمزة وش هو الجواب؟ الملائكة. الملائكة يتحركوا. شيء واش شحال في عمرك؟ 4 سنين. شحال؟ 4 سنين. 4 ما شكيتش 4 سير 4. يلا مرو تفضلي دقيقة اعطي الميكرو. روحوا منا شوية روحوا حقرناهم هادو روحوا منا شوية روحوا منا شوية. يلا اعطي الشابة هذه الشابة الصغيرة اللي قدامك. دقيقة واسمك؟ صافا. واسمك؟ صافا. مرحبا بك. وش هو اللغز؟ الجواب؟ الهلال. الهلال. لا لا شاب هنا وصابها صابها اعطي له اللي في الوسط اعطي له. ايه الحرارة. الحرارة. الجواب هو الحرارة. تعال تاخذ الجائزة تاعك اروح. الجائزة تتمثل في سيدي ألبوم مدرستي مع عمو يزيد وكذلك عندك قبعة حصريا هذه القبعة عمو يزيد وفيها أرى أفضل لأدرس أحسن إن شاء الله يفيدوك. تفضل. بالتوفيق. بالتوفيق. عفوا 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 فليدي. وش رأيكم شكون يحب المدرسة؟ حبوا المدرسة. راح نروحوا الأغنية نقول فيها أنتم على أبواب الدخول المدرسي نقول فيها صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب. يلا كامل تغنوا معايا صباح الخير مدرستي جئنا. لا 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 صباح الخير يا مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كذا والنوم عشنا أوقاتا هانية عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية أيام الراحة كذا والنوم عشنا أوقاتا هانية عدنا لك طلب العلم. صباح
اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. أنا درك حبيت ترحبوا معايا بصديقة وزميلة وهي بطلة جزائرية تعرفوها كامل، راهي حاضرة معنا اليوم، سليمة سواكري. تفضلي طلعي معايا، رحبونا بسليمة سواكري اللي شرفتنا اليوم بالحضور. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضلي. مرحبا بك سليمة، شرفتينا بزاف، يطول عمرك. قولي لنا كلمة لهذه الوجوه النيرة اللي راه معنا اليوم. على كل حال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فرحانة بزاف بزاف اليوم باسكو الأمبيونس راهي ما شاء الله، عالم الطفولة عالم يعني رائع، وأنا حبيت تعطوني تصفيقة حارة 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 على العمل اللي يقوم به عمو يزيد. فرحت نشوف وليدي فرحان خاصة في العطلة المدرسية. يعطيكم الصحة ومتشرف بوجودي معاكم اليوم. يعطيك الصحة يا زيد، شكرا. عمرك سليمة، شكرا شكرا. تصفيق على سليمة سواكري. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني. ولكن يا أطفال أنا راح تسمعوا الأغنية في الأخير، هذاك المقطع اللي لازم تركزوا عليه يا أخي. إذن ويلتي يا ويلتي. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب.
الهدى باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب من اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب وش هو الكادو ما هي اجمل هديه اللي تقدر تقدمها لوالديك اعطي لهم الميكرو اعطي له هذاك هذاك فوالا الدراسه جيدا الدراسه اعطي للشاب هذاك ثاني برافو برافو الدراسه دراسه ابرك فكرتني بواحد واحد تلقى مع واحد الجزائري هكذا قال له انتم لي زالجيريان ناس ملاح بصح فيكم حاجة برك تقلقنا قال له واش هي قال له فيكم حاجة قال له واش هي قال له فيكم حاجة برك تقلق قال له واش هي قال له هذه هي هذه هي برافو الدراسة وليدي أعطي للعروسة هذه طاعتهما واحترامهما طاعة الوالدين والإحسان إليهما هذيك والله شكرا شكرا على الإجابة ولكن أنا بالنسبة لي البر بالوالدين طاعة الوالدين يا أطفال ما فيهاش نقاش ربي سبحانه موصي عليهم في أول درجة ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق الله العظيم إذن وش هو أجمل هدية تقدمها لوالدك أعطي لها الشابة هذه وين تسكن يا ياسمين في سي مصطفى سي مصطفى جيتو من سي مصطفى نعم الله يبارك مرحبا بكم تحياتنا لكاع الناس سي مصطفى واش هو الجواب بنتي الأدب والاحترام الأدب والاحترام والمحبة إليهم الله يبارك واش هو الكادو يعني الهدية اللي تقدمها لوالديك المحبة أعطي الميكرو للشباب هذاك لو قدم عمو ياسين أعطي له إيه قلنا واسمك عكوش عبد الهادي الله يبارك وش هو الجواب؟ الدراسة جيدا وإعطاهما نقطة جيدة بالضبط الوالدين يحبوك كي تقرا مليح هذاك هو أحسن أعطي له الميكرو للشابة هذيك أعطوا لها أي مورك النجاح النجاح المثابرة في النجاح يا أطفال على بالكم طريق النجاح هو الجد والمثابرة يا أخي راح نطرح عليكم سؤال آخر واش هما الصفات اللي تحبوهم يكونوا في الصديق نتاعكم واش هما الصفات اللي لازم يكونوا في صديقنا ولا صديقتنا اعطي الميكرو اطلعي شويه من هيك حقرناهم هذوك فوالا يلا فوالا دقيقه اعطي لهاد العروسه هذه يلا واسمك بنتي رحمه فاتح الاجتهاد يكون يقرا مليح نعم مليح والله هي شيء جميل الاجتهاد لأنه الطفل
بالمرات والديك يسقسوك يقول لك صاحبك اسكو يقرا مليح ما يقراش مليح وكامل. إذن مليح أنه صديق يكون يقرا مليح. علاش طرحت لكم هذا السؤال؟ لأنه عمو يزيد عمل غنية نقول فيها لي صديق صالح، إذن يكون صالح، لي صديق صالح حنين القلب طيبة ومخلص بالخير لي ناصح، يكون نصوح. يلا كامل صديقي. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. شكرا 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 شكرا، برافو برافو. إذن إن شاء الله يا ربي بيوفقكم في اختيار الأصدقاء نتاعكم، لأن الصديق هو الرفيق، رفيق الدرب. ده لازم تعرفوا تختاروا أصدقائكم. كما عرفتوا اليوم
راكم هنا معظمكم استفادوا من هذه العملية هذه تاع 500 نظارة ل 500 طفل معوز. ربي يوفق نجهزهم. إذن كاين بعض الأطفال راح يمروا قدامنا راح نجهزهم درك. النظارات والأطفال مازال شوية مازال شوية معليش معليش راح نختاروا بعض الأطفال نجهزهم قدامكم وراح نسرحوكم هكذاك بالنظارات نتاعكم وتدعوا لنا بالخير. شكون اللي عيد ميلاده اليوم؟ شكون عيد ميلادك اليوم؟ زيد 26 مارس 26. انا 26 اليوم. ها زيد 29 قال لي 26 الفتنف شبي 29 عيد ميلاده. شكون اللي عيد ميلاده اليوم؟ لا لا الصغار برك. الاطفال وقتاش؟ شكون اللي زيد في شهر مارس؟ قعدي معايا زيد. شكون اللي زايد اليوم؟ واش من نهار زايد؟ اروح معلش ولد. ها انا 7 شهور. وقتاش زايد؟ اقعد معنا معلش. اروح مع امو دور هكذا شويه. اروح تعال برومي مارس هذا بعيد معلش. اروح تعال يعني كاين درجه. اروح زيد تعالي يا اخي مارس. اوكي شكون اللي زاد في مارس؟ تعالي ارواح ارواحي انت زاده في مارس. تعالي مارس ثاني ارواحي. وقتاش زايده؟ لا لا تقول وحدها قولي 25. على كل حال درت انا هذه الاغنيه اروحوا منا. تعالوا تعالوا هاد الأغنية دارها عمو يزيد خصيصا. حبيت أغنية جزائرية تتغنى بعيد ميلاد ولادنا. أغنية جزائرية مكتوبة هنا يعني نغنوها كامل مع بعض. إذا نغنو لهم كامل عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد ربي تملك عمر جديد الله يبارك ويزيد لك عيد ميلاد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد. من قلبي ليك نتمنى صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي مقيم يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا ربي دنيا تسالى وتعيش ايامها افراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل امراح غني نفرح ونعيش احلى الاوقات. نسهل امراح غني نفرح ونعيش احلى الاوقات. هذه الحلوه لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبرقولو أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو.
إذن قبل ما نروحوا لتوزيع النظارات راح نغني لكم آخر أغنية. هذه الأغنية أنا شخصيا نحبها كثير. علاش؟ لأنها تتغنى بحقوق الطفل، نقول فيها من حق الطفولة صحة، علم، حب وحنان. من حق الطفولة. يلا يلا معايا، كمل 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 كمل. من حق الطفولة صحة، علم، حب وأمان. أمان أمان. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان. لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان. لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان. حب وحنان. تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد. وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد، ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان. لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان. حب وحنان. ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. جمعية
نشاطات الشباب والطفوله القدس بالشراكه داروا ان كونكور هنايا تاع ليكس بوكس. ولادنا قاع يحبوا لي جو كامل، واليوم اللي ربحوا راحين يتلقاو الشهادات نتاعهم مع لي كادو نتاعهم. الاطفال اللي شاركوا في الكونكور تاع الاكس بوكس يوم 11 مارس و12 مارس اللي ربحوا في الكونكور اليوم باش يدوا لي كادو تاعهم. برافو. ودركا راح يتغنوا كامل معايا اغنيه نهايه الحصه لانه انتهى الحفل تاعنا، هي لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء. يلا كامل. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. We'll be right back.